اريد اشوف وين كان، ايش داي يسوي، ليش مختفي. ويانا نجم السوشيال ميديا من النجف علي العمية، اهلا وسهلا بك. الله يسلمك استاذ قحطان المحترم والحبيب، الله يحفظ. هاي شنو هاي، وين الغيبه هاي، وين كنت؟ والله موجود وبالنجف وعلى عملي وعلى شغلي. الله يحفظك. زين، اجتني فتره انه انت صرت نمبر 1 بالسوشيال ميديا، ماكو صفحه بالسوشيال ميديا طب عليها وماكو موقع اذا ما تلقى علي العمية موجود، ليش اختفيت؟ لا موجود، ارجع لهم ان شاء الله بهالايام. ترى ما يخافون منك من تقول ارجع لهم؟ لا والله ما عيفهم، مثل عزرائيل وراهم العب. زين، سولف لي ايش دا يصير وياكم بالنجف؟ النجف شلونها؟ الوضع شلونه؟ والله العظيم احنا بالنسبه للنجف واهل النجف وانقل صوره عن النجف كلها. احنا نريد توسعه للنجف، نريد المقابيل يخلي الله بين عيونه ويشتغل للجميع بصوره صحيحه. احنا ابناء النجف الاشراف بالمواكب بالمناسبات بكل المواقف الاهل البيت اللي بالنجف، زيارات الامير المؤمنين، بعاشور، اكو مضايقات بالشارع، اكو يعني ما يعرفون ان يطبقون العمليه بالصوره الصحيحه. المفروض يخلون الوادم منتج للنجف بكثره، ما يسوون ازدحام على الوادم. النجف متضايقه بشوارعها، متضايقه على تبليطها الاولي اللي بزمن صدام، متضايقه بافرعها، متضايقه بطبه الزوار الامير المؤمنين. حج علي، زين انت تقول تبليطها بزمن صدام، ليش هو من زمن صدام لحد الان ما تغيرت، ما توسعت النجف، ما صار توسعه؟ لا ماكو، لا ماكو، لا ماكو توسعه، لا تعريض شوارع، لا تبليط مرتب داخل ولايه امير المؤمنين، كلها طسات، ارصفه قديمه مدعثره، حتى المقرنص اللي شدوه ذاك اليوم شلون ما كان ومخربط والشلع وحده تشلع يعني وحدة. المفروض تصير مدينة أمير المؤمنين أحلى المدائن، صح؟ المفروض تصير أحلى المحافظات كرامة إلى أمير المؤمنين.